على الهواء تعليقات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بالجو الذي تعيشه مصر هذه الأيام، الجو عن المناخ مش الجو السياسي، ما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير أدى حتى إلى تبادل النكات. المصريون كعادتهم يلجؤون إلى النكت وإلى السخرية من مشاكلهم وأزماتهم في قضايا من هذا النوع. يعني جايز أهم تعليق تم تداوله، البعض يعني بيقول يعني مع هذا الحر الشديد أخذنا حر الخليج، لكن كنا نتمنى كمان أن يكون عندنا نفط الخليج. بالتأكيد الله سبحانه وتعالى يوزع الثروات ويمكن أن يكون تحت هذه الأرض المزيد من الثروات اللي لسه هنكتشفها إن شاء الله، لكن هو هتلاقوا فيه تساؤلات من هذا النوع وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه مصر تعيش أجواء متعلقة بارتفاع درجة الحرارة. الناس يعني بيبقى عندها حالة الغضب الشديد. تعالوا نشوف هذا التقرير اللي بنسجل فيه ما يدور سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو تعليقات الناس. كعادة المصريين يستقبلون كل الأزمات بالسخرية والضحك، كان هذا حال المصريين اليوم مع هذا الارتفاع في درجات الحرارة باعتباره ذروة الموجة الحارة، حيث وصلت درجة الحرارة على القاهرة إلى 45 درجة مئوية. وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الكوميكسات الساخرة، خاصة بعد تحذيرات وزارة الصحة من التعرض لأشعة الشمس، معلقين: خرجت من البيت الساعة 12، رجعت البيت الساعة 12 ودقيقة وأنا سايح في العرق. وده كان حالك لما تبقى قاعد تسمع النشرة الجوية. قطع لسانه اللي يقول على الشتا كلمة وحشة، وغيرهم من التعليقات الساخرة. وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يصل إلى 42 و43 درجة مئوية، وهو ما جعلها تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال هذه الأيام لفترات طويلة، خاصة ما بين الظهيرة والعصر، واحتساء السوائل قدر المستطاع، وعدم الجلوس في الأماكن سيئة التهوية، والاطمئنان على إطارات السيارات بالنسبة للمسافرين على الطرق السريعة. بعض تعليقات المواطنين على حالة الجو.